بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل كلامنا عن الأربعة quantum numbers. كنا خلصنا N و L وهناخد دلوقتي M L. و M L هو اختصار لكلمة magnetic. M حرف M ده اختصار لكلمة magnetic. magnetic quantum number ايه هو بقى؟ الرقم الكم المغناطيسي ال M L بتاعنا. ال ام ال بتاعنا ده بيوصف حاجة اسمها الاوربيتالز. ايه الاوربيتالز؟ الاوربيتالز دي عبارة عن اماكن موجودة داخل السب ليفلز. يعني احنا كنا قلنا ان هي الليفل الرئيسي، وداخل الليفل الرئيسي موجود فيه سب ليفلز اللي هي ال، وعرفنا الارقام بتاعتها والرموز. ال نفسها متقسمة لاوربيتالز، اماكن، تمام، زي غرف، تمام. طيب عدد الاوربيتالز دي بنحسبها ازاي؟ عدد الاوربيتالز بيساوي 2L plus 1. يعني اذا عندنا L بتساوي 1، اذا كان في value بتاعت ال L بتساوي 1، يبقى فيها كم اوربيتالز؟ عندها كم اوربيتالز؟ عندها 2L plus 1، يعني بتساوي 2 في 1 plus 1، يعني بتساوي 2 زائد 1، يعني عندها 3 اوربيتالز، تمام؟ هنشوف دلوقتي جدول وهيوضح لنا كل حاجة ان شاء الله. طب ال ML بتحدد لنا ايه كمان؟ بتحدد لنا spatial the spatial orientation، يعني ال orientation in space، خلاص؟ شكل ال orbitals في الفراغ بيتحدد بال ML. طب بعد ما عرفنا احنا عدد ال orbitals اللي موجودة داخل sub level، داخل اي sub level بالقانون 2L plus 1، عرفنا عددهم، لكن في حاجة كمان لازم نعرفها، نعرف القيمة بتاعتها، تمام؟ بتاخد قيم من ماينس L لحد بلس L. يعني ايه بتاخد قيم من ماينس L لحد بلس L؟ يعني اذا عندنا L بتساوي 1، يبقى القيم بتاعت الاوربيتالز بتاعتها من اول ماينس L اللي هو ماينس 1 لحد بلس L اللي هو بلس 1. ايه الارقام اللي محصورة ما بين القيمتين دولة؟ ماينس 1، 0، 1، مش احنا بنعد كده؟ يبقى القيم بتاعة الاوربيتالز هي سالب 1 و 0 و 1. عدد الاوربيتالز كام؟ 3. ليهم قيم مين؟ سالب 1 و 0 و 1، تمام؟ هناخد جدول حالا يوضح لنا العلاقات عشان يكون الكلام منظم بالنسبة لكم. ادي التيبل اللي قدامنا. اول خانه موجود فيها ال n اللي هو البرنسبل كوانتم نمبر، الليفل الرئيسي. تاني خانه موجود فيها الفاليوز بتاعه ال l، اللي قلنا ان l بتاخد فاليو من 0 لحد n ماينس 1. طبعا مع حل المسائل ان شاء الله هتعودوا على القوانين دي وهتحفظوها بسهوله ان شاء الله. انتوا عشان لسه بتعرفوا عليها لاول مره تحتاج منكم شويه تركيز. مجرد ما تركزوا فيها ان شاء الله وتحلوا عليها كام سؤال هتبقى سهلة جدا ان شاء الله. اصلا القوانين سهلة، ما فيهاش اي معادلات معقدة، تمام؟ يبقى ادي ال n بتاعتنا اللي هي ال principal quantum number اللي هو هياخد 1 أو 2 أو 3 بتوعنا. ال l السب ليفل اللي بنحسب الفاليو بتاعتها من 0 لحد n minus 1. تالت خانة السمبل بتاع السب ليفل اللي احنا قلنا لو l ب 0 يبقى بنديها s، l ب 1 يبقى بنديها b، l ب 2 يبقى نديها d، دي السيمبلز، دي الرموز، اللي بتلاتة يبقى نديها F، تمام؟ تالت خانة values of the magnetic quantum number، قيم ال ML، وقلنا قيم ال ML بتتحسب من minus L لحد plus L. ورابع خانة عدد ال orbitals. عدد ال orbitals بنحسبه ازاي؟ من القانون بتاع 2L plus 1، عدد ال orbitals بيساوي 2L plus 1. واخر حاجة العدد الكلي لل orbitals داخل المستوى الرئيسي بيساوي n تربيع. هنشوف حالا الجدول علشان بالأمثلة هيتضح الكلام بتاعنا. لو جينا خدنا مستوى الطاقة الأول اللي هو n بتساوي 1، موجود فيه كام l؟ موجود فيه كام sub level؟ 0. ليه؟ لأن l هتاخد من 0 لحد n minus 1، n ب 1، 1 minus 1 ب 0، يبقى l ملهاش غير قيمة واحدة، 0. خلاص احنا عرفنا ان n 1 دايما l بتساوي 0، تمام؟ طيب لما l تساوي 0 نديها انهي رمز؟ لأن احنا قلنا فيه لكل رقم من L في رمز خاص بيه. عند 0 بنديله رمز S، عند 1 بنديله رمز B، عند 2 بنديله رمز D، عند 3 بنديله رمز F. يبقى لما L عندنا
بزيرو على طول نديها رمز اس. اس بس كده؟ لا ما ينفعش، بنحط قدامها الرقم بتاع الان بتاعتنا عشان نقول احنا في انهي انرجي ليفل. يبقى 1 اس، يبقى السب ليفل بتاعنا ده الاس موجود في الانرجي ليفل 1، يبقى اسمه كله على بعضه 1 اس، السب ليفل بتاعنا هو 1 اس. طب نيجي بقى للام ال، عايزين نعرف عدد الاوربيتالز اللي موجوده جوه السب ليفل ده، عدد الغرف اللي موجوده جوه الاس ده. نحسب ازاي عدد الغرف؟ عدد الاوربيتالز، نمبر اوف اوربيتالز بالقانون 2 ال بلس 1. تمام، يبقى ال بتاعتنا كانت بكام؟ بزيرو، يبقى 2 في 0 بلس 1، يبقى 0 بلس 1 يعني 1، يعني ما عندناش غير غرفه واحده بس، ما عندناش غير اوربيتال واحد بس في السب ليفل بتاعنا 1 اس. يبقى ادي غرفه واحده بس بنرسمها على شكل مربع. طيب الفاليو بتاعت الغرفه دي، قيمه الغرفه دي بكام؟ قيمه الام ال، قيمه الام ال بتاخد قيم من ماينس ال لبلس ال. طب انا اصلا عندي ال بزيرو ما فيهاش بلس ولا ماينس، يبقى القيمه بتاعت الغرفه دي هكتبها جوه المربع بتاعنا بزيرو، خلاص، لان ما عنديش غير قيمه زيرو. طب عند ان بتساوي 2، الليفل الثاني المستوى الرئيسي الثاني، ال بتاعته بكام؟ اللي من 0 لحد 2 ماينس 1، يعني ال هتاخد قيم من 0 لحد 1، يبقى ملهاش غير قيمتين 0 او 1. طالما خدت القيمة 0 اديها رمز مين؟ S، و1 ادي له رمز مين؟ B. ينفع اكتبهم كده؟ لا ما ينفعش، لازم احط قبلهم رقم الان بتاعي عشان احدد S و B دول موجودين في انهي مستوى. موجودين في المستوى الثاني، يبقى السب ليفل بتاعي الاولاني 2S، الثاني 2B، خلاص. طب عايزه اعرف جوه ال 2S دي موجود كام اوربيتال عشان احسب نمبر اوف اوربيتالز، اقول بيساوي 2 ال بلس 1. يبقى عند 2S كانت ال ال ب 0، يبقى 2 في 0 بلس 1 يدينا 1. يبقى عند 2S مفيش غير غرفه واحده ارسمها، مفيش غير اوربيتال واحد ارسمه على شكل مربع. طب القيمه بتاعته نفس الكلام، القيم بتاعت ال ام ال من ماينس ال لبلس ال. طب انا اصلا عندي ال بزيرو، يبقى هو كمان قيمته زيرو. طب نيجي للسب ليفل 2 بي، عايز اعرف كم اوربيتال جواه، كم غرفه جواه. يبقى عشان احسب نمبر اوف اوربيتالز 2 ال بلس 1، اللي عندي بكام؟ ب 1 عشان احنا في البي، ال ب 1، يبقى 2 تايمز 1 بلس 1 يدينا 3. تمام، يبقى عندي ثلاث غرف في المستوى بي ارسمهم على شكل ثلاث مربعات. طب الفاليوز بتاعتهم، القيم بتاعتهم بتاخد كام؟ بتاخد من ماينس ال لبلس ال. طب انا عندي ال بواحد، يبقى من ماينس واحد لحد بلس واحد. يبقى اعد ازاي؟ ماينس واحد وزيرو وواحد، دي الارقام المحصوره ما بين ماينس واحد وبلس واحد. تمام، يبقى ماينس وان وزيرو وان. يبقى جوه الثلاث غرف دول، جوه الثلاث اوربيتالز هحط فاليوز هي ماينس 1 و0 وبلس 1. فهمنا؟ تمام. طب نيجي بقى للعدد الكلي للاوربيتالز في الانرجي ليفل رقم 2. العدد الكلي للاوربيتالز، اعد، ادي عندي 1 اوربيتال جاي من ال 2s، 3 اوربيتالز جايه من ال 2b، يبقى كلهم مع بعض 4 اوربيتالز. هنلاحظ ان احنا نقدر نحسبها مباشرة في القانون ده اللي هو بيقول ان عدد الاوربيتالز في المستوى الرئيسي بيساوي n to the power 2 n اس 2. المستوى الرئيسي كان بتاعي 1، يبقى 1 اس 2 ب 1. المستوى الرئيسي بتاعي كان 2، يبقى 2 اس 2 ب 4. تمام، نيجي للمستوى اللي بعده، عند n بتساوي 3، ال الفاليوز بتاعتها كام؟ من 0 لحد 3 ماينس 1، يبقى من 0 لحد 2، يبقى 0 و1 و2 دول الفاليوز بتاعت ال L. لما يكون الفاليو بتاعت L ب 0 اديها رمز مين؟ S. فاليو L ب 1 يبقى B، فاليو L ب 2 يبقى D. تمام، ما اسيبهمش كده، احط قدامهم ايه؟ رقم الليفل، الانرجي ليفل الرئيسي اللي انا فيه، يبقى 3S 3B 3D. طب عايز اعرف جوه الاس، جوه 3S عندي كام غرفة، عندي كام اوربيتال، نمبر اوف اوربيتالز. ارجع للقانون، نمبر اوف اوربيتالز بيساوي 2L بلس 1، اللي عندي ب 0 يبقى 2 في 0 بلس 1 ب 1، يبقى برضو عند 3S مفيش غير غرفة واحدة ارسمها مربع، احط فاليو جواها قد ايه؟ ما هي L ب 0 قلنا، يبقى ما عندناش غير فاليو واحدة هي 0، نحطها جوه المربع. عند 3B في كام اوربيتال؟ ارجع للقانون، 2L بلس 1، ما هي L بواحد، يبقى 2 في 1 بلس 1
بيساوي 3. يبقى عندي 3 غرف جوه 3B، هرسمهم 3 مربعات. الفاليوز اللي هحطها جواها قد ايه؟ من ماينس ال لبلس ال، ادي ال بواحد، يبقى من ماينس واحد لبلس واحد. كام قيمة؟ يا ماينس واحد يا زيرو يا واحد، اكتبهم جوه الثلاث غرف. تمام. عند 3D عايز اعرف كام اوربيتال موجود جوه 3D، اروح للقانون، عدد الاوربيتالز 2L بلس 1، يبقى 2 ال L هنا بكام عند D؟ ب2، يبقى 2 في 2 بلس 1 يبقى بيساوي 5. يبقى جوه 3D موجود 5 غرف، ارسمهم 5 مربعات، الفاليوز بتاعتهم كام؟ من ماينس ال لبلس ال، اللي عندي ب2 يبقى من ماينس 2 لبلس 2. مين الارقام؟ اعد ازاي الارقام؟ بعد عادي جدا، ماينس 2 ماينس 1 0 1 2، يبقى عندي 5 قيم اكتبهم جوه الخمس مربعات. تمام. نيجي لاخر واحد في التيبل عند ان بتساوي 4، السب ليفلز كام واحد؟ من 0 ل 4 ناقص 1، من 0 ل 3، يبقى 0 و1 و2 و3. تمام. 0 اديله رمز مين؟ اس. 1 بي، 2 دي، 3 اف. تمام. ما سيبهمش كده، حط 4 قبلهم، يبقى 4 اس 4 بي 4 دي 4 اف. تمام. عايز اعرف بقى جوه الاس كام اوربيتال؟ هتقولوها وانتم مغمضين، مفيش غير اوربيتال واحد دايما جوه الاس. تمام. وعرفنا بيتحسب ازاي؟ 2 في ال بلس 1، ال بتاعتي في 0 يبقى 2 في 0 ب 0 بلس 1 ب 1، يبقى 1 اوربيتال هرسمه على شكل مربع. لو فاليو هي كام؟ 0 طبعا، لان اصلا ما عنديش غير ال ب 0، يبقى 0 هكتبها جوه. عند ال 4 بي، بي عندها ال ب 1، يبقى 2 في 1 بلس 1 ب 3، عندها 3 غرف، دايما بي عندها 3 غرف. اروح رسمه 3 مربعات، الفاليوز بتاعتها من ماينس ال لبلس ال، ما انا عندي ال بواحد، يعني من ماينس واحد لبلس واحد خلاص حفظناها، سالب واحد زيرو موجب واحد. تمام. عند 4D عندي كام غرفة؟ عندي كام اوربيتال؟ دي عندها ال بتساوي 2، يبقى 2 في 2 بلس 1 يعني 5، يبقى 5 غرف. لسه قايلين الكلام ده. تمام. يبقى 5 غرف، رسمت 5 مربعات، احط جواهم انهي فاليوز؟ احط الفاليوز من ماينس 2 لبلس 2، يبقى ماينس 2 وماينس 1 0 بلس 1 بلس 2، يبقى اكتب ماينس 2 ماينس 1 0 بلس 1 بلس 2. تمام. نيجي عند الاف، عايز اعرف فيها كام اوربيتال، ارجع للقانون، 2 ال بلس 1، يبقى 2 في 3 بلس 1 يبقى 7، عندي 7 اوربيتال، اروح رسمه 7 غرف 7 مربعات، اديهم فاليوز جواهم كام؟ من ماينس ال لبلس ال، من سالب 3 لحد موجب 3، من سالب 3 لحد موجب 3. ايه الارقام بتاعتي؟ سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 موجب 1 موجب 2 موجب 3، ماينس 3 ماينس 2 ماينس 1 0 بلس 1 بلس 2 بلس 3. خلاص فهمنا ازاي بنجيب التيبل ده. تمام. الملحوظه الثانيه ان هنا احنا عندنا سب ليفلز 1s 2s 2B 3S 3B 3D. هل كل السب ليفلز دول شكلهم شبه بعض؟ لا طبعا، في تشابهات وفي اختلافات. هنعرف شكل الاوربيتالز دي بيبقى ازاي، ايه التشابهات وايه الاختلافات. ادي التيبل بتاعنا بيقول لنا the orbitals of the same sub level are equal in energy، تمام، but differ in direction and shape، لكن مختلفه في الاتجاه والشكل. يعني ايه؟ يعني احنا كان عندنا سب ليفل مثلا 1s 2s 2b 3s 3b 3d، خلاص، وهكذا. السب ليفل 1s كنا قلنا جواه اوربيتال واحد، 2s جواه هو كمان اوربيتال واحد، هل الاثنين زي بعض؟ في تشابهات وفي اختلافات هنعرفها حالا. ال 2b جواه 3 اوربيتالز، مش احنا لسه قايلين الكلام ده في التيبل؟ 3s جواه 1 اوربيتال، 3b جواها 3 اوربيتالز، طالما b على طول 3 اوربيتال، s يبقى 1 اوربيتال. في تشابهات وفي اختلافات هنعرفها حالا من الجدول ده. هنا التيبل بتاعنا بيقول لو عندنا سب ليفل s، اي s بقى 1s 2s
فعدد الاوربيتالز جواها هتساوي 1، وده بالحسابات احنا لسه شايفينه ان دايما اس عدد الاوربيتالز جواها 1، دايما بي عدد الاوربيتالز جواها 3، لان في قانون ثابت واحنا بنطبق عليه. shape in the space او الالكترون density كثافة الالكترونات او شكل الاوربيتالز ده في الفراغ، هل هو عامل زي المربع زي ما احنا رسمناه؟ لا، احنا رسمناه جوه التيبل المربع للتسهيل عشان نبين دي غرف، لكن هو شكله في الحقيقة بيكون ازاي؟ شكله spherical يعني كروي، spherical symmetrical shape، كروي ومتماثل. تمام، كروي ومتماثل حول النواة. فلو دي النواة فال S orbitals بيبقى عامل زي الكورة تحيط بالنواة من كل اتجاه. تمام، ال 1S وال 2S طالما هو S فهو له نفس الشيب، spherical symmetrical shape، كروي ومتماثل. طب ايه الفرق بقى بين 1S و 2S لما الاتنين عاملين زي الكرة زي بعض بالظبط؟ ان ال 1S اقرب للنواة اصغر في الحجم، ال 2S ابعد عن النواة اكبر من الحجم، دي كرة صغيرة دي كرة كبيرة، يبقى الاختلاف الوحيد في الحجم لكن الشكل بتاعهم كروي. طب بالنسبة للبي اللي جواها 3 اوربيتالز، هي عاملة كده زي مربعات زي ما احنا رسمناها في التيبل؟ لا، ده كان رسم للتبسيط ان احنا نوضح عدد الغرف، لكن شكلها في الحقيقة، شكلها في الحقيقة two pairs meeting head to head او dumbbell shape، يعني بيكون شكلها عامل زي كومتريتين متقابلتين بالرأس ملتصقتين من عند الرأس، او الشكل ده اللي انتوا شايفينه اللي بنسميه dumbbell shape. خلاص، هل الثلاثة اوربيتالز بتوع البي شكلهم شبه بعض؟ في تشابه وفي اختلاف، زي ما الاس كده الاثنين متشابهين الاثنين على شكل كرة متماثلة لكن ده اصغر ده اكبر، كمان البي اوربيتالز بيكون شكلهم صحيح عامل زي كمترتين ملتصقتين بالرأس، لكن في بي اكس في اوربيتال بيكون بي اكس، في اوربيتال بيكون بي واي، وفي اوربيتال بيكون بي زد. يعني لما بنرسم الاكس والواي والزد اكسس اللي احنا عارفينها كارتيزيان اكسس العادية، بيكون في اوربيتال من بتوع البي موجود حول محور اكس فبنديله رمز البي اكس، الاوربيتال الثاني نفس الشكل لكن موجود حوالين المحور واي واقف عمودي كده فبنسميه بي واي، الاوربيتال الثالث نفس الشكل لكن موجود على المحور زد فبنسميه بي زد. يبقى هما متشابهين في الشكل لكن الاتجاهات بتاعتهم في الفراغ مختلف، واحد موجود بشكل افقي التاني بشكل رأسي التالت بشكل متعامد عليهم. تمام، طبعا التلاتة بيكونوا متعامدين على بعض، هما التلاتة بيكونوا متجمعين مع بعض على شكل sub level B. تمام، sub level B ده هو موجود فيه كام orbital؟ 3. مين هما؟ bx by bz، ده شكل sub level B، لكن جوه البي في orbitals هما 3 orbitals، 3 من الاماكن اللي احنا قلنا عليهم 3 غرف، شكلهم كده dumbbell shape وموجودين في الاتجاه x y وz مع بعض. تمام، بالنسبة للدي والاف طبعا هما كمان ليهم اشكال لكن دي اكثر تعقيدا، اللي ان شاء الله هيتخصص منكم في الكيمياء هيعرفها ويدرسها ان شاء الله. ملحوظة بقى تهمنا، ان اي اوربيتال اي غرفة من الغرف اللي احنا رسمناها في الجدول بالتبسيط كمربع، الملحوظة بقى اللي تهمنا ان اي اوربيتال can not be occupied by more than two electrons، اي اوربيتال في اللي احنا قلناهم لا يمكن ان هو يستوعب الا 2 من الالكترونات. تمام، طيب سؤال بسيط بيقول ذا بي سب ليفل، السب ليفل بي المستوى الفرعي بي is completely filled with 6 electron، بيتملى تماما ب6 الكترونات، هو ال دي سب ليفل بينما دي is completely filled with 10 electrons، ليه ده بيتملى ليه البي بيتملى ب6 الكترونات والدي بيتملى تماما ب10 الكترونات؟ طبعا الاجابه سهله، لان البي جواها كام اوربيتال؟ جواها 3 اوربيتالز. تمام، البي اكس والبي واي والبي زد اللي احنا عرفنا شكلهم، وقلنا ان كل اوربيتال لا يتسع الا لكام الكترونين بحد اقصى، يبقى عشان البي تبقى كومبليتلي فيلد مليانه على اخرها لازم كل واحد من دول يكون جواه كام؟ 2 الكترون، يبقى البي سب ليفل كومبليتلي فيلد ويز 2 4 6 6 الكترونز، بينما الدي قلنا جواها كام اوربيتال؟ جواها 5 اوربيتالز، صح؟ حسبناهم من الجدول.
وقلنا ان كل اوربيتال لا يمكن انه يتسع الا لاتنين الكترون، يبقى عشان الدي تكون كومبليتلي فيلد مليانة على اخرها لازم كل واحد من دول يكون جواه اتنين الكترون، يبقى الدي سب ليفل هيكون جواه كله كام الكترون؟ 2 4 6 8 10 10 electrons. يبقى الإجابة because B sub level contains 3 orbitals while D sub level contains 5 orbitals and each orbital is filled with 2 electrons. تمام؟ سؤال تاني، what are the probable ML values when L بتساوي 2؟ عايز ال values بتاعت ال ML لو كانت L بتساوي 2. قلنا ال values بتاعت ال ML بتيجي من minus L لحد بلس L، تمام؟ يبقى لو L عندي باتنين يبقى الأرقام هتاخد من ماينس اتنين لحد بلس اتنين. أنهي أرقام موجودة ما بين سالب اتنين وموجب اتنين؟ سالب اتنين، سالب واحد، زيرو، موجب واحد، وموجب اتنين، تمام؟ يبقى الإجابة طالما L بتساوي اتنين يبقى عندي القيم من سالب اتنين لموجب اتنين كتبهم كلهم. سؤال سهل جدا، تمام؟ صح؟ السؤال اللي بعده، which of the following probabilities of quantum numbers of certain electron includes a mistake. بيقول لك اي مما ياتي من الكوانتم نمبرز بتاعت الكترون معين تحتوي على خطا، وجيف ريزون وقول السبب. اول اختيار قدامك بيقول لك ان بتساوي 3، ال بتساوي 2، ام ال بتساوي ماينس 1. يعني ان بتساوي 3 تمام، ال بتاعتنا كانت تاخد قيم من كام؟ من 0 لحد 3 ماينس 1، يعني 0 و1 و2 تمام. قال لك ال بتساوي 2، ماشي ال بتساوي 2 موجوده معانا ينفع. طب ام ال بتساوي ماينس 1، هو ام ال كانت الفاليوز بتاعتها كانت بتيجي ازاي؟ من ماينس ال لبلس ال، صح؟ طب انا عندي ال ب2 يبقى من ماينس 2 لبلس 2، يعني تاخد values من كام؟ minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2. هل minus 1 معانا؟ معانا، يبقى ينفع فعلا ان يكون في الكترون موجود في ال n 3 وله l بتساوي 2 وعنده m l بتساوي 1 minus 1، صح؟ يبقى اول اختيار ده ما فيهوش mistake، ده صح. طب نمسك الاختيار اللي بعده. الاختيار اللي بعده بيقول لك n بتاعت الالكترون ده بتساوي 4، ال بتساوي 3. هو ان لما تكون بتساوي 4 يبقى ال بتاخد قيم من كام؟ من 0 لحد 3، يعني 0 و1 و2 و3. قال لك ال بتساوي 3، ماشي ينفع ان ال عندنا تساوي 3. طب وبعدين ام ال بتساوي سالب 2، هي الفاليوز بتاعت الام ال بتاخد من بنحسبها من انهي قانون؟ من ماينس ال الموجب ال. طب هو قال لي ال ب3 يبقى من ماينس 3 لموجب 3، يبقى الأرقام كام؟ سالب 3، سالب 2، سالب 1، 0، 1، و2، و3. ينفع ام ال تكون بتساوي سالب 2؟ اه ينفع، موجود قيمة هنا، يبقى في الكترون فعلا ممكن تكون ان بتاعته ب4، ال بتاعته ب3، وام ال بتاعته بسالب 2. يبقى الإجابة دي كمان صح، ما فيهاش مستيك. يبقى أكيد إن دي اللي فيها مستيك، بس تعالوا نحسبها عشان تشوفوا إزاي إن هي فيها مستيك. قال لي عندي ان بتساوي 1، ان بتساوي 1، ال بتساوي 1. هو ان لما تكون بتساوي 1 ال بتاخد قيم من كام؟ من 0 لحد ان ماينس 1، يعني من 0 لحد 1 ماينس 1، يعني 0، يعني ال تساوي 0. ده احنا قايلينها 100 مره ان دايما ان عند ان 1 مفيش الا ال بتساوي 0 من غير ما نحسبها اصلا، خلاص من كتر الحسابات عرفناها. عند ان بتساوي 1 ال بتساوي 0 تمام. يبقى ادي المستيك. يبقى هو بيقول لك قول لي فين مجموعة الكوانتم نمبرز اللي بتحتوي على مستيك، هتقول له سي، الإجابة سي. قال لك give reason، طبعا لازم تدي له reason، تقول له because when n equals 1 l has value of 0، وطبعا m l اللي هي بتساوي من minus l plus l ما عندهاش غير قيمة كمان واحدة هي 0، يبقى both m l and l equals 0، مش بيساوي الارقام دي. تمام، بكده احنا فهمنا 3 من الكوانتم نمبرز. احنا قلنا عندنا 4 كوانتم نمبرز، ان و ال و ام ال و ام اس. شرحنا الان وال ال وال ام ال، فهمناهم
هناخد ان شاء الله الام اس في الفيديو الجاي ان شاء الله.